البيت العائلة. بيت العائلة، والعائلة تعتبر المدرسة الأولى في المجتمع. العائلة تتكون من عدة أفراد، منها الجد والجدة والأب والأم والابن والبنت. هؤلاء هم أفراد العائلة. هم يحتفلون بعيد الميلاد ولكن في الحديقة، خارج البيت في الحديقة. تعالوا هنا، من هم أفراد العائلة؟ نقول أفراد وأفراد العائلة هم الجد، نعم،